Oui, Gader dit Toualine, Tigader dit Toualine, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azulf al-Awul, Marahba, Sisoun, Arigi, Mithnaith. Assegad Mslef, Thimsalin Boudness, يعني Thimsalin الغش, la fraude, يعني Thoum dit Mourth al-Zayer, Nbouti Tchissan, يعني Assegi, The Self and the Akhtar, 800 ألف إن مدانن يقروحن السعدين أصغرين الباك يعني ليكزامن الباكالوريا الحقن ذكر الأخبارات باللي يعني أشير سعد الدين قوسف الساقي يعني فوند ديجا الأخبارات تمثلين التصف في الغش ولكن الساقي تدنوي عامة في الغش أي غير يتوقف ذي ثمورة الجزائر أدنفك الصوت السلم أدنو غالا الغرون أدن للخطوط كريم مسنون أرغدي فكين السبات يعني اللي في نومانا كينا السبات نتمثل ثاقي وليتي كيدنا الصوت أدنو غالا الغرون غادي طلع لي تشوف الفرصه باش تشوف باش تسمع هذا واش من تمرين احنا اللي دري ليه ما بالكش واش من تمرين كيفاش هذا المخطط راح ترسموه ايه بعثولك الحل كامل في الفيسبوك نعم اي وخرج السوجي نورمال وليت كنحل ولا خرج السوجي مليح سيبا كيفين كوبي منا الحل قدامك نورمال بعد راسك اسمك ما كانش حل الحل نورمال المخططات هذه تاع واه تاع الوضعيه هذه وضعيه اتمشيه كيفاش توصلاتك هذا شكون حلها لك شكون حلو حل واحد هذا واحد يقرا هذا اللي صورتي اسمك اسمك لزيك نوال درغور هنا السلام عليكم ورحمة الله زلف الأول يعني وقيد المثل مشطوح كان يشجعيثي دقمتنا لياس فيلا لي فتمثلت بودنس يعني الغش ولكن عامة الغش ماشي حاشا دي تمثالينا قيل الغش يعوم دي ثمورة الجزائر نبغاد نفهم اي غار اي غار اللي نلحق يعني انا تمثلت مثلا قال في نوم من ماكي ادنوي كرا مسنون يعني راغدي فكرنا الراين سن سبات تمثلت كي انو راح عرف قايث مس صالح جعوسي السلام عليكم زول في الله كمثنا صالح زول دكتور محمد جدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زول كصحاب المغاربية سن سن ديواروس مولينا مجازي مثل رشيد في سنين الدنيا بون سيت تاكو سي ماسين ان شاء الله فرح نسوالا ونسن ادوينا كل باك وقادي قبل مني كي اجتهدن وكي سلاسانا نسن مني وكي وقادي ساعدنا يعني اكثر من المجهودات يرمزين ان شاء الله ادوينا الباك ادوينا بوركو با ديك ديمونسيون ترى ماشي دكتور محمد جدين كده جدين لا باش جديني الى هذه لي انستيتيوناليزي باسكو ولا حدا ني يعني ولا شي مي نورمالمون داخل التعليم خاطر سي كان سي بري بري سونسيبل لينا الى الحرب الحرب الغشاء الناس ناس من غشة فليس منا مالوريزمون الغشاديين اللي هو على الساديين سكينا ستيس هي ما كاين سكينا انتيليجونس ولا ديري سي تان ديلي وغالا الساديين ما امي داغي مقرا لنا في هذا الميت في الشيشان خاطر من قبل هذا الدار والشيشان هذا سميني غا شيميني غا في الشوط الا كان نزار الوزاره غا نزار ويكا ديك الشريط السيكتور ديالي
est-ce que le final d'abord, non, le programme, est-ce qu'il y a les dossiers أين عندنا يعني اسميت أدنى ساقي الغشاقي يعني لو كانوا دي تفارة لو سيجي يعني برا يعني تسيلي فويت وزمادي الحقن المادي يعني باش هذيك شم دي الغشا يعني أسقسي النغ أم كيد تفغن لي فويتك يعني البكالوريا قل لي امتحانا قل الحاجة يعني الاساس أريس لحقن أن الماذا سدويت يعني الانيفرسيتي أندار أري يبدو يعني هادي خمم مليح هادي فغ يعني هادي غير كان سنوات باش هادي فاستن كادر يعني مدي في غرا مدي في غرا سوجي كيسي برا وزمي ان المد هادي الحقر تمثال تاكي ام كان يعني الوزاره التربيه يعني وتخدم يعني الحين اللي حطيت تيم قرانين اش راهي تجينا دي فال سوجي مقبل الباك يعني مثلا صالح كما هذا الجنرال انه الدكتور لو كان الوزاره يا جنين تحسب باللي لي سيكتور ستوك سي ان سيكتور نال ديك البرك ريسونسيبل دي ديال كاز ريسي ان كم مرتبط هنا بالبشر الا قدر تخدم القدرات ديال مقران تلتنا سجلين اللي تلوال كل غشبات البنت الدلاله مي مالوروزمون ني تشاتاكيار هذاك الجنرال اللي جاي مضيش une ministre à la veille des examens, il menace au lieu d'assurer, de rassurer les élèves, et de se tenir, il n'y a pas peur, il a des dérogations, mais il n'y a pas de dérogations, parce que peut-être même les parties de l'organisation sociologiquement ou de l'élimination, psychologiquement dans le l'élimination, الو هي كي دونا مناس وين راه في التريشي ما كيروح ديريكتور الحاج نخدم دي برويار نخدم لي بوليسيين نخدم لارمي نخدم دي كاميكاز داخل دي كلاس الو كي لي لي ديجا لي كابتور بي انا سنين وضع الحاج مرو في غالب كان التريشي جوست هذا الدوار الماني سوسيور جاي وين تاع سنة التريشي حتى راه شني لكن شتي اون سورت دو فونجونس فغيمون داك العاد سمو لك اللي غاطلع كنعاد دي كتدور معايا على الولاد دور معايا على الولاد التريشي ici c'est une élection de la ministre la première responsable du secteur à la veille du bac à cuire à la veille du bac de chance de dîner vous les qui n'ont pas de valeur elle expire bien islamique le couteau de madrasia des choses sont même les délits islamiques je suis le chef de la roue islamique pourquoi la ministre va toucher alors que elle est dans le bac à dîner et c'est تخدم دي كيفمون لي سال دي كلاس هادي لينا لونسينيمون دو كاليتي بيرفورمون هادي لينا لي زونسينيون هادي لينا سان لهند المدينين بيان بريباري بلينا الصغارين وزن تولي انا بورتينا دي صغار دي كل زن المدرسة وتجيبشو دي طرد نوبل الى قد يلي محترم الاستاذ دي محترم اللي صار يحترم بالاحترام الوريث نتشاكي بسير سجينا لدون دام الناس المكن يعني انا ودني انا من الشعب المزيان خاطر في 36 نموك ماشي حيدر انا راه خدم لي سيور دايو ماشي داني جاب المراد ديال عند تاع الدين وراو وقت ما قمراوين لي جوندارم لي بوليتيك في العاصمه خاطر الناس ديال الدنيا اللي يروحوا بوليتيك يروحوا الناس اللي ما زيد في السوبر خلا نظل في السيناريو اللي جا انا ودي بدا جنين بدا جنين قيد بدا جنين مستعد حتى واحد انا متكيت اسال جنين المدرسة
قدم دي كور سوتيان ودار كان دي طون دونك لو بان ميز دي كور قاول اي جاري توجور ا ديفي لي ميراسا جينيال دي بالي دي جينيال دا او ميو ان سون كوراجي فهمت alors qu'ils font dans la menace qu'ils disent dans la plus grande triche quand on nous dit de menacer les ministres c'est bien ils font menacer le responsable qui n'a pas fait son travail le directeur des inspecteurs ils ramènent la longueur de la ligne qui n'est même pas dans des établissements pour inspecter ils disent c'est la plus grande triche mais c'est quand un responsable qui fait son travail سي صالحك ما ولا شغل اللي فتقيم ذيك إذن أدنو غالا رغوريك أنو راح رقمتنا أبو محمد سيتي زيوزو أسلام بينك سول فلاك رقمتنا أبو محمد السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخويا محمد أسلام بينك رقمتنا أساقي يعني مكيث والاض ذا ساف وصغرين الباك يعني ليكزام الباكالوريا يفقد وول يعني باللي لن تخرى اللي فويتك يعني فغنت الدار برا عما تند انت مسلاك مثلا ابو محمد افوذ الناس يعني الغش يقعون من ماشي حاشا في القريه يعني الباكاكي ولكن يعوم ذي المؤسسات يعوم ذي قطص يعني التمثالي ما ولا شغل في يعني سي تمثال الدين سي تمثال الشرع تفهمض اشو ديرنا الشرع في تمثالتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خويا محمد الغش جماعة ديزن يركل الديانات يركل الديانات لم لو كان ولاش الدين ويرنا العبد في الفطرة ينس العبد يسعى العقل العبد يحمل ما يملها وقد يزرب باللي الغشاكيني والجزر الحرام هذا واش مثل الانسان اذا نقني الدين انه الحمد لله يوصي انا نبعد في الوشدي تماما يقر ربي القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك هم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وكي يعني بالتجارة مريز الإنسان نغمة ليا أسي فينا كيشو خدمان ما ردوزني منسان هل سعوني المكيل وحدس هل سعوني المكيل وحدس يتعال زيادة بيس ما يلد ورياض ما يلد هناك في ورياض الثانية والمكيال ينقص الميزان ديس ماشي كيف كيف ولذا ويل الويل ديني يعني كلمة زجر وقيل واد في جهنم عند ربي في يعني للمطففين ولذا النبي عليه الصلاة والسلام اخويا محمد يقال الحديث الصحيح يقول الحديث رواه مسلم البخاري ويون رواه مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا وإلى البخاري وقال ثاني الإمام مسلم ليس منا من غشنا يعني كيف الدين النبي صلى الله عليه وسلم فصل. الغش ماشي من غشنا فليس منا فبدير ليس منا يعني ماشي دير رحبا مسلما ماشي المؤمنين يفرق شاء أخويا محمد من الإنسان يسعى الغش ديني من نقيتنا أخويا محمد من المجتمعات النامة يعني الغشاكي دي خيانة الغشاكي خيانة ولكن أخويا محمد كبرنا نوضا البعض كبرنا نوضا الامتحانة دراسة سواء الباك سواء البيان سواء الراسيان سواء تكنيسي هو إلا قد نوالي قبلنا نسيتي أنا الغشاكيني نقولي زمور دلنا سو سوا سون دون يهني الغشا سنير كلي سو سوا سون دون عاش دي الغش عاش دي الغش أخذ من يعني أتليسني واش الغش تامور تنس الغش أخويا محمد فلذا يقول ذان أشو توالين توالين مقرانا سو الغش توالين يبابا تنسى ما تشعر بذات يخدم النوع من الغش الغش بالعمل الغش بالتجارة
العش دي الغش ديال كسب المال، الغش ديال كل التعاملات. واش انت بغيت لك شي من نيت الساو الساو ديال البط يخدم مع راك؟ لذا اخويا محمد اشتاقيني الى قل لوبير الى قل الحاتم الى قل كنقارن وكذي الى نوكل دي وساوان الى قل هنا دفن المثل المثل الاعلى باش اتني الغاشي وخدمنا على الغشاكي. بين زورا نولي سمح الله خويا محمد نولي بعض انواع الغش باش اتني والاقتصاد ولا في البعض. ماشي انت انا كني برنامجي كنتي برنامجي الغشاكي الى كان بعض عبد ايش فيليك سبيكي ان شاء الله هي غا. أول من نبدأ باش في عملية البيع والشراء التجارة الزنزونة داعون وبعد الصلاة والسلام لعبة السوق هكا يروح يولى الناس اللي مقارنة ورد يولى في خدمة ساكي يولى في الأخصوات دا عمود إنه يصلشون وجين أصابه المطر يا رسول الله قال هل وضعته من فوق لأنه في حوزة وفر ولكن فيه سفلة وتكسر شيرة سودة لني سيما من غشانة فليس منا الولين لعب البلي أو أني اللخص يبغى تياوي لعب تياوي يبغى تياوي تتاوي يرمي بشك ما تغش بالغاشي أسم تقول الحاجة سوف اللعب وتن الأخسارة سودة باللخص وديني بالغش بعيني أتا أنا لكني صورة أصبح أخويا محمد الدرام أتاجون البطاطا أتساس كتير البطاطا دني مقارني كل سوف اللعب اللي بالني سودة لا لا ما يماجن وجد الغش اكسد تمشطح لني خدمة السمة وحدث تنبراتني خدمة السمة وحدث تكيني اتخدم الحلال لعبني داني قلتهم شو الطرا وديني الخير ان شاء الله سوى اشتاكي. وليس اذا لم شيء ما محمد يخدمني غش العمل يعني كنت دي المصنع الشيء اللي يجب تخدمه هذا الشيء اللي يجب تخدمه تخدمه هذا الشيء اللي نقولي زورة للفالجريا إلا من رحم ربي نسمع هاد الدينو لما نمشيو شي خمل النهار ديال الاطار ديال نوزينا ديال كلين نسمع يعني بلي يخلو من كيس الحرام باش نحلى ليا الكلي اي غير تصير ونخدم على عين داك نقلق نخدم اخويا محمد. زيد الغش في التزوير الوثائق المدرسيه اتفق على ما الموضوع اللي قلنا ميو ساوي اكثر رساله كل سنه تجي تجي شحال شي ديال يروح هذه يخدم هذه غش هذه يخدم هذه تقفيت الكواور ألي ترشيك الكوع أخويا محمد نعم أكني أدي يغل أدي يقول أنا الكوع الله يصنع صنع الكوع مموة نربع تنغاسو باش تنادي عبديس الغش ثاني في الجيليكسيون الغش اللي جيليكسيون أمك الغش اللي جيليكسيون سيبا الدرتيجة تزوير الانتخابات سيدي تنزوارو وقيدو الغش تصنات ولا تنادس نيمانيس أدي في كل وعود بس يدفع أكون خذنا أكون جعلة أكون ترشا أم بعد ولا أشتر لا سيدي تولي كالمصر إنس أدي تولي كاثنين واربعين مليون أدي تولي الامتيازات إنس أدي تولي أفتراز أدي تولي كل الامتيازات ما دري ما تنيك عهد الكلي غاشق وطن في النص وإنه لش وهذا نوع من الغش. الغش أخويا محمد بن عمر المجاهدين المجاهدين الغش مش حاجة ربي يعني في المجاهدين ولا يقول لك ما ذهب ترى اخويا محمد لا البنات يمجوا هذا يدي يسلم لا يمجوا هذا يصحان لا يمجوا هذا يصحان الحمد لله ولكن لا يمجوا هذا من طيوان لا يمجوا هذا زورني كل كواغض لا نقول لك لا ندي حركيا من زورني الكواغض وانا بمجوا هذا ويرمهني في دوالي بالحكم يعني ينكشت من ولينا زوران من الكواغض تقول لك كيف يتسلم شرا زوران بولا ونسل بالليل اين انا تسوين بالحرام زعم باللي ما نشرو خدمنا صورة زعم باللي ما نشرو وجا لقيني اللي شرا دي حاكيا ريح خويا محمد قال من طرافي تنك الكواف ودي انا يعني من الغش طرافي تنك الكواف اهنين الله الله اهنين اشكار اني كنت نجيب من الجاية. زين الاستاذ المعلم الاستاذ الشيخ شفت اخويا محمد ما يلي الانسان ألف وخير من أدرس وأني نزلم باللي في القرايه يونس النقاط يونس يرمون النقاط اي غير تشكيل مش الفلاني بن فلاني بن فلاني الى اخره يرمون النقاط انت القرايه ما خدمش هي اش يرفع اخويا محمد المستوى ينس في العلم اش يعاون بالعلم لا لا اش يعاون اش يرمون النقاط ومن بعد العبد الني اش
يا وليدي هو من نفس الغش اخويا محمد. وإلا كان الأستاذ ما إلي الأستاذ يستطيع أن يكون لك الحال ويصغر الرشاكني لك الحال ما يأخذ ما يساكني لك الحد واجتني للغش اخويا محمد. نعم الغش اخويا محمد دي الزواج الزواج أبروح شريع خامل أبروح نبرد التقشيش ظن باللي ظن باللي مستوي كان ظن باللي مستوي يعني وشوية قد ما ولد ما راح ندخل الرزان باللي مستوي شوية قد لا لا أتغشب أتخدم لنا في الغش نشك أسماء وزوج أسماء عبد المسلم بوسد ومن بعد يبان باللي لا أذني يهلوس ما لا أذني ساعة الحجر لا تقشيش ساعة الحجر طلع ضروري لكي نزرع بالطا أنت لا تسكن تقشيشني وركز تقشيشني سعالي كل زيو دي بيني بشي أي ناس أي ناس يوركزني باللي إني سعالي كل دي بيني بشي يبغى شيء وشيء وين يبغى رشيء وين صح إنك نادي نادي تش المكتوب بس جس ولا رشيء وين ما لك الشيء تقولش اللي بس لاني ما تسكن شيني أنت شو لك تسكن ديني بعد تقشيش فلان يجي بنبيس فلان يجي بنبيس ولا يجوا زارا ما تغشا ويجوا زارا ما تتنخب ويجوا زارا ما تتنخب ويجوا زارا ما تتنخب ويجوا زارا ما تتنخب إن استنين إلا وتسكي بلا تنقش بلا تنقش إلا ما أخويا محمد يعني الغش في الملكية الفكرية إلا بعد المسكينة يروح أدي وعدي في أدي خدمتها كنف هم بعد الشكل أن تتنزلني ويروح يوان سبقا للجامع أدي روح أسنس بي ما نسل سنين كنت بسبب تكتب زاديني بل إذا ما يغرر نسمي ذي قموشا عنه ونكسر مسكين ورياني إذا كتب سنين ولا شوالكي نوع من الغش زيد أخويا محمد الغش الشهادات لكن إيه بالنيا أكتب من نسمي الغرارة هذا كناس أسخذ من الشهادة والليسانس أيها تسكيس على المعارف تسكيس على الشتاء وزرع على الشوف تبدأ الشمعة شخذ من الشهادات قلت الله الغش في الجنسية اش حد يريد اللي يكون يحكم لنا واش عندنا الجنسية الجزائرية فاش هو يزيد وين لغة الجنس سنين مليار لغة الجنس سمليار لانه قال لغة الجنسية الجزائرية سمليار ودينا خويا محمد ذا الغش ولكن ما نخدم من كل الحوصلة زيرة اين كان يبنيها يعني قليل من كثير تسلى خويا محمد اقتسلى اقما كمل لوالك اقتسلى قليل من كثير كاع نعم سالت هذه الوالديني يعني الحاجه مشطوح للكلي تقول انا الغش يا اخويا محمد الى الغش الى الغش الى الغش الى انا ربي تقول انا راه يداوي الانسان الدبلوم من سمو كسا اتجاوي الدبلوم من سمو كسا هذه تقدر تقول غاشي انت يغرب بلي يغرب الدبلوم مني وتدي بلاش سيدي نفس القرايه ونس وانت اخويا محمد لا داوي داوي غاشي لا المتاهه هذا انا قلت غاشي واجي اوتوماتيك مره في القرغاشي اخبر وزرع هذا شو بلا نوك ديال 200 تو سامبل ما ادي على الاقل شي تسقط على الخو ديال الغاشي باللي نتني غطبي ولكن الكلي ولكن الطم الكبرى انا انجينير الجيني سيفيل نعم ارشيتك انت مو الغراره يروح يضمن لي الدبلوم سوا سيشينات داك هو خويا محمد دابون هادي طلوع هادي خدم لي طلوع هادي خدم لي الغاشي هادي فنون الباطينات أنا يغلونا في قرية الغاشي وزمرة من الغاشي نقش على ذلك ولينا أخويا محمد نكني أي غاشي قد جانا اشتاكيني قد جانا اشتاكيني الزخ تفاخر قد جانا اشتاكيني ولاش الوازع الديني ولاش ونتقوى لها ربي ونتقوى لها ولاش يخوي ونتقوى للإنسان صافي لسوصل الديني حين اليوم وقت اللي نغضوع يقول لسوصل ساعتنا هم بعد سنة كشينة حرشان كشينة قفزان ما هو المشكل اللي تسوي لكل شيء في الناس عشان يفشي رقم من هيو السنبارة من الدنيا أقمتنا أبو محمد لا ترف قام الوالدين ترف قام الوالدين خمنا أخويا محمد أبو محمد ما ربنا ربك ما ربنا أقمتنا أبو محمد ما ولا شو غيلي في يعني أنا نوكيد نسقسي قمي كيدنا يعني أدنا ولا أقمتنا صالح جعو أكيد نسقسي قمي كيدنا أقمتنا صالح كيدنا لا لا سي صالح ابو محمد يعني نسقس سيد اشو دينا الشرع يعني في تمثالنا كي بوذناس يعني الغش
يجبدنا نسيت مشطوح يعني ارث مقرات يعني تولي دومان ام كان تسواليد يعني اد نفاق سي تمثال تاكاك مثلا دي مومون كيك مثلا بو محمد يسم سلايد في مشطاح ومن بعد نروح ارث مقرانين يعني لي زيليكسيون يمضبرني قلت فنثامورث يعني اكيني عدن سلغش يعني ام كان نفاق سي تمثال تاكا سي صالح فهمتي ولكن الناس يا ابو محمد الظلام قران كذا الدنيا يعني ولي جوال ولي شباب منه يشو يشو مانا مكوان تاريخ سونسيبل لما نصف ضاق يعني الحكم من قران يعني ما هو يجد يكسونا سجل من الابوش يتمور ترشيشن سجل هذا الدنيا نقل غمسة عن سعودين كينا يزنين ولاش وقال يعني من الرش الممالي ذا غي شيفر الضرور دي ذا غي شيفر كي بار أسان جيني ناس ضرور يعني مثلنا كميني كونتر بقدام سيارة في غامية ميزا تولي كونترولر أكي كمي بوكيل سوا أكي لما اللي نسبين عن من الرش دي إبورتون جيني لم يبدأ يعني دي بارا دي بارا تلم لا سيريتي مالورزمو يعني من دي كلها دي كما سينا بو محمد أدن كمي الفرق تمثال أني زعم اللي برودلي نتنق نسالينيا سلوزون وسيبي أوفي دي كل مون زيغ أخير كان يزد الدكتور تاع المرض أخير مغا كلمة من لا دي برودلي اللي أن نوصي طالة سنتي أنا نذكر دي زيكزوبل أني زعم دي زويل أني زعم دي إسباش أني زعم دي توني لي تشيكس لقد أبنيش دي برودلي اللي أن فريمون أن طالة نوصي طالة سنتي سيرتو أنا سنتي أفونتي سلوزون دخل اللي دي كريم دي شمو كنترول لديك الجيس كي appelé à être conservé dans un endroit à l'abri de la lumière et de la chaleur, à part d'exposer au soleil de 42 degrés vitrés, à travers la vie des usages, les produits, les conservateurs, des limonades, des légumes, c'est des produits chimiques qui transforment du chien. Il y a des guillemets, des mots contrôleurs, ils ferment les machines de réalité. Alors que la fonction principale, c'est de harcer les guillemets. Il y a des guillemets, je vois le docteur Abou Mohamed, il me dit qu'il y a un homme de la riche, il y a un homme de la riche, il y a un homme de la riche, avec une adroite à Syrah, une commune à la Syrie, une ville à la Syrie, une maritime de Calgérie, une démocratie populaire. Alors, tout le chef de la ligne, on a tendance à institutionnaliser la triche de l'île, de la frontière, et de voir une ligne d'une mètre de l'île, une mètre de l'île, de l'école, alors que le problème, même quand on est un droit, on est un droit, on est un sujet. Oui, je l'ai dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser des bouts, je l'ai dit, c'est une chimie. Malheureusement, Nicole m'a fait dire, il ne fait pas son travail. Je l'ai dit, 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 les débuts de la scolarité, on a pas préparé les hommes de demain.
صح بارك الله صحيت قماثنا صلح اكدنا استثمر ثم قرات يعني ميغت شركض كانت الرأي كيف تمثل تاقي صحيت سي صالح ما أدنا قيم ذي في نروح رقمتنا نايث محمد من ناد سي السلام عليكم الزول في لك رقمتنا محمد الزول في الله وانا الزول لك إلا الزراف المغاربية دوي قد شنديد دوي تيدي سوالي وانا قماثنا غنيت محمد نعرض الدسق ابو محمد دي هضرنا دي يعني فليتيك نتمثل تاقي نهضر تسلل ذاك ما نعم ناك ما يتسلط ما يتسلط سي بون لا جو زونتا نعم ناك نعرض الدين في قون الناض في كان الراي سنين يعني نوذ الناس يعني الغشة قري ضروري تمورت الجزائر الساقيد الباك يعني تسمسلت غير التمثالين الغشاقي اش راه ديني كما تناسي منات كنا في وليدي هضرنا قبلي و مثلا في الوان اللي تبدو ما السوجي شفانوا لا السوجي عن الغش دي زيكزاما مالوزمون سي ان فليو كي توشي با مال دو سيكتور نيزا يبدا وكشيش ديال الفموس الزريار يتغشون غادي يقارن يتكوبي دوبي لو بريمير اي سافونس جوست باكالوريا اي مالوزمون نوغا نتوالي ان شتا ولاد لي زونيفرسيتي Ça a un impact négatif sur la société algérienne. Et nous avons des Algériens malheureusement incompétents et tricheurs en même temps. Et nous le phénomène algérien, il quête du fait parce qu'il y a une analyse, ça reste toujours un point
دو في بيرسونيل خاطر نيهم كل يوم انت اللي تولي تمسكها تولي بلي لا لا ريسبونسابيلتي دو ليتا لا ماجور ريسبونسابيلتي سي ليتا الجيريان et il y a la responsabilité aussi des parents. La responsabilité de l'État algérien n'a pas mis les dispositions spécifiques, les dispositions nécessaires pour combattre un fléau tel que le copiage durant les examens. Ailleurs, le point définir, oui, on a fait le même, et les enseignants, parce que c'est un sujet, c'est-à-dire, c'est un sujet complexe. Nous connaissons ce qu'il faut concerner les enseignants, ils vont les responsabiliser, ils vont être mis à la disposition de l'enseignement supérieur, mais aussi à la disposition de la politique. Là, l'enseignant, il va surveiller l'enfant, et ainsi de l'enseignement, il va s'éloigner, ainsi qu'une bonne éducation. Et malheureusement, nous connaissons que l'enseignant est caractéristique. L'enseignant il a changé carrément de discours et il a déclaré que c'est le côté de l'État. Le côté parental, sans copier. Nous venons à faire, malheureusement, mes chers cuisses, il ne faut pas généraliser l'ingrabar d'Aulia, car on a studié de lui, il m'a dit que d'Aulia, il a fait un ami qui est bêté, dans l'Algérie qui est bêté. Donc, un chétérien cuisse, il s'arbitre un enfant tricheur, et même l'enfant, mais psychologiquement, il se moque de l'entourage socialiste, il se moque d'un père qui se remet à l'heure malheur. Un père qui n'a pas de rendement, il se moque un voisin qui n'a pas de rendement, il se moque un voisin qui triche, il se moque c'est tout le monde qui triche. Il regarde dans la télévision à partir de 16 ans, elle dit se moque un État corrompu, elle dit se moque un ministre, tout le monde. Donc il se dit l'enfant psychologiquement, pourquoi pas, il dit je vais essayer de trouver une solution pour atteindre mon seul objectif en fond, hein, qui est de gagner mon examen et de passer dans l'autre classe. Malheureusement, un chétérien cuisse. Malheureusement, parce qu'une un chétérien cuisse, ça a une influence négative sur la société algérienne. Elle doit être de responsable à niveau il triche. Premièrement, il a triché durant toute sa vie. Il est responsable automatiquement et systématiquement, il va tricher. Elle est trichée. Il est compétences. Ils sont dévalués parce que nous n'avons pas un bon niveau, nous n'avons pas les moyens nécessaires à évaluer un enfant. Vous trouvez que c'est normal avec tous les moyens et même des grandes villes, on va faire le même examen et la même chose pour les enfants exilés dans les zones rurales, les zones éloignées. Ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas la même chose. Le système d'évaluation qu'il y a maintenant, l'enfant il peut tomber malade à la dernière minute, il met des psychiques, etc. Oui, là, il a une influence aussi finesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va les expliquer parce que c'est l'éducation qu'il a reçue. Ça ne veut pas dire que tout le monde est riche, tout le monde a eu son bac à la tête. Non, je ne dis pas ça. Je dis bon, l'intérêt, les éléments. Malheureusement, c'est des gens. Vérifier l'économie, vérifier le développement du pays, vérifier même la mentalité. Regardez par exemple, même vous êtes dans la rue, c'est des gens qui trichent même dans leur regard, qui trichent même dans leur conduite, qui trichent un peu partout. Malheureusement, sur la triche, c'est un phénomène vraiment national qu'il faut combattre. La triche ni qui se développe malheureusement, il me semble. Soit c'est de la corruption, soit de la choix, soit du type d'actualité, etc. Parce qu'ils créent qu'une cislofanée. Donc pour combattre tout ça, il faut lancer un appel pour tout.
تو لي بارون الوالدين ديال العمين ونوصي سرون ونديت مزيان قلت ما يدي الزوا عاقيا يفو دي تمشي يفو با تكذب يفو با تكرو يفو با تخدم هكا يفو با يفو با يفو با pour construire un élément constructif dans la société algérienne. Et c'est une chose qu'on ne voit pas maintenant. Il y a une volonté politique, premièrement, il y a une volonté sociale. Parce que ça, c'est un projet de société qu'il faut faire intégrer tout le monde et la addiction. Là, tout le monde devait expliquer le projet de société, mais pour construire une nation, Malheureusement, c'est un sujet très long. On ne peut pas détailler chaque point. Normalement, il se suivra à Tarbiya ou Tanin. Tarbiya d'abord, parce qu'on manque, malheureusement, par parenthèse, on manque beaucoup d'éducation, parce que c'est l'éducation qui fait tout. C'est l'éducation qui arrive à Timora, c'est l'éducation qui vit à Timora, c'est l'éducation qui demande, c'est l'éducation qui travaille, etc. Donc, sans éducation, on ne peut pas avancer. Alors, l'enseignement sans l'éducation, c'est impossible de s'animer. Barakallahu fik, Akbatna Net, Mohamed Mennadak, Dinatan, Mirt. أدنو أنا رقمتنا أبو محمد إكيدنا سلام عليك أكما أبو محمد يعني سلاد رقمتنا نيت محمد من نادي يعني كان في غري إثواشيلين يعني لي بارون باش أتبدل منيحة فراش السن خطأ الفينومين أكيد إن بضغلنا بذناسنا من مقارنة استعرف الغش يعني انا مليح هكا جا يعني دي ثلاثة دقائق غد في ذكرى التغران يعني انا النصايح يعني باش بور كوم باطرنا باش انفا في تمثال تاكي لا شك مثلا ابو محمد اخويا محمد كنا شادين كان الى انا جي بارون دي ليز تادير الى قادرين في المستوى اذا قال زران باللي ما الا سيتورانك مصان ارقب من الغش يقول لو نسن إلا قد شكوناك بلاش نشتين الحرام حاجة ما تمرن ولذا يا أخويا محمد إلا قد ربي نقربي حسنا كوريون أدياوي نقغمين ستيدينس لتقلاني لباتنا لبيراتنا إلسا بريبار أو ديبي بلاني ما شاء الله فند لاني سيل ديبي بلاني أدي بريبار الإنسان أسخر من الموايا على حسب بريا ولكن يزمر لكن إن شاء الله أدي يغال أدياوي الباتينس والخور أدياوي ستيدينس أسمى هيدي وشي دينس هذه زوخيس أشي من كيني وقيد الجهد ينو يخدمه يوفقية ربي سبحانه عز وجل بعد الباك ينو بعد يشتي دينو سلقرية ينو ودي أنا تدي زوخات ميك دنيا أشي تنبليجي بكل اللي بكل صفامي بكل نطر تيني وليد أخويا محمد وقبل إن شاء الله عني هذا الخدمة وعطني يعني صدر نزعو ربي سبحانه عز وجل يكون كده ليس عدون الباك ان شاء الله يا رب ان يوفق ربي سبحانه عز وجل ان شاء الله يعني ادي جعل برد الوسائل من ثلاثة وين هي جيب ان شاء الله ادي فرح وين هي جيب انا راسي طرف ان دي موندي المرسي الشعاوز انا قابل ويا زمرنا الخدمة اطرس الحوال الجماليين يسعكم من الترمينال وادكفور ان شاء الله القرآن تستخدم انت اخويا محمد ابتنا في الآية من القرآن الكريم من بعد تستخدم عشي من القول تستخدم قال ربي بالقرآن الكريم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وقال ممكن يستقبل لي ربي عفو يغفر وين الشرون اللي أخر وإذا وين الشرون اللي أخر إذا ولن بلي مانيس وإذا بلد اللي قوم جينيس كدينيس أدي أعلمون اللي غار إن غادي يخدم هنا في الرشيك واجم غادي يخدم هذه راح هذه غير اللي بقى الرويس أكني إتشيلي راه بين التسارس من الشر الشعب يثمر إيما نيس انتر يشتي إيما نيس الحرام إلى الملس مرعين الناس أتنا أخويا محمد أشوم الإنسان يدير مرة ديني ويدي وفق ربنا إن شاء الله على الخير بارك الله فيك كبتنا أبو محمد تنمير ثم قراتك ما
ادلينا مكي ديناك مثلا ابو محمد يعني التوفيق ويكيك ساعد دانوك الباك الساقي ان شاء الله هنتمني يعني حاشا الخير ذنهني يعني ذو سير من تمور ثار الزداد يعني سيلي فلون بون تمور يعني ثمو سنين تاذ ذا الساسري بنون ثمورا ان شاء الله داوموك الباك ذا قرنت مني الى قد تكمل مذي العلم نبضد ثقر ابو هيلا قيد نشكرك مثلا ابو محمد يعني دينان كيران نصايح سنين ثان ميرثم قراتك مثلا نيت محمد من دغن يدي فكر نصايح نستن ثان ميرثم قرات مثلا ما صالح جعو نصايح للنسدان سنين ثان ميرثم قرات وقد يغدي ولان فكان تم زوت سكيون دنيا ثان ميرثم قرات جيغاوند لهنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.